طبقا لتعليمات السيد وزير الفلاحة التي تقتضي بمباشرة عملية تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة المسجلة على مستوى ولايات طارف سوق هراسي قلما، وإعطاء إشارة مباشرة عملية التعويض هذه. بالنسبة للفلاحين المتضررين من رؤوس الأبقار والأغنام، عملية التوزيع حنباشروها بإذن الله ابتداء من يعني الأسبوع المقبل. أنا راح أعمل 10 بقر و35 راس غلام كبير وقريب 8 و9 مع زيت خاطي الخرافي. الدولة مرحبا بها وراي وقفت معنا للخ. يجنا السلطات كلها جتنا. بارك الله فيهم. لأننا مرتاحين، كاين ناس قاعدين يخوفوا فينا وما تعطيكمش الدولة وطفرت فيكم وكلش. نحنا كي زارونا رانا الحمد لله يا ربي. والحمد لله على حضورهم وعلى قبزانهم مع الشعب. فهمتي؟ لا الدولة اللهم لك الحمد يا ربي، الحمد لله يا رب العالمين، كي راهي الدولة واقفة وتوقف على الشعب وتوقف على أراضيها.